معنا من مكة المكرمة عبد الله معروف، نائب مدير الاتحاد الروهينجي. مرحبا بك معنا سيد معروف. لكي نكون يعني صادقين في النقل والصورة وفي الشفافية، على وسائل التواصل الاجتماعي هناك الكثير من الفيديوهات عن والصور أيضا عن وضع مسلمي الروهينجا في ميانمار، بعضها صحيح وواقعي وبعضها الآخر غير صحيح فيه لبس. ما هو وضع مسلمي الروهينجا في ميانمار اليوم وفق ما تنقله لنا خلال الفترة القصيرة الماضية التي يتعرضون فيها لحملة غير طبيعية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما يحصل الآن يعني هي صورة حقيقية، وجميع وسائل الإعلام الآن استطاعت تنقل الصورة عن كثب، وهناك المقاطع تأتينا تباعا من داخل أركان، ولدينا قرابة 1280 قرية، وفي كل قرية لدينا مراسلين موجودين عن طريق وكالة أنباء أركان. طيب إذا كيف تلخص الوضع؟ وضع الروهينجا اليوم، ما يحدث لهم؟ نعم، الوضع كارثي إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. نحن نتحدث الآن تقريبا عن 230 قرية تم دهكها وحرقها تماما وتشريد أهلها. نتحدث عن من نزحوا إلى بنغلاديش فقط الآن قرابة 125 ألف نسمة أو يزيدون، والأعداد لا تستوعب المخيمات الموجودة سابقا. نتحدث عن قرى بأكملها الآن نزح أهلها إلى القرى المجاورة، والقرى المجاورة هي أصلا محاصرة بسبب نزحوا إلى الحدود بسبب خارج قراهم. نزحوا للحدود، هذول تقريبا حول 125 ألف نسمة تقريبا السبب. الذين نزحوا من قراهم المحتلقة إلى قرى أخرى مجاورة، هذول أعدادهم غير محصية. نحن نتحدث الآن واضح هناك تقريبا 230 قرية تماما تم حرقها بسياسة الأرض المحروقة. من قبل من؟ من قبل الجيش البوذي الجيش البورمي وحتى لجنة كوفي أنان، وهذه اللجنة الجدير بالذكر أن التي كونت اللجنة هي ساسوسكي زعيمة ميانمار، هي من كونت اللجنة هذه. بحجة ماذا كل هذا العنف ضد المسلمين؟ نعم، السبب في ذلك تمام أنه هذا تطهير عرقي لعرقية. بورما عبارة عن 135 عرقية كل معترف بها ما عدا عرقية الروهينجا المسلمة التي تعيش في إقليم أركان. الجدير بالذكر هناك أقليات أخرى أيضا مضطهدة وهي بوذية، ولكن ترعاها الصين، وهناك أقلية مسيحية في كايا وكارين ترعاها الدول الأوروبية، وهذه الأقلية المسلمة الوحيدة الروهينجية التي لا تعترف بها وانتزع منه المواطنة في عام 1982. كذلك هناك سيد عبد الله تصلنا معلومات بآلاف القتلى خلال أيام معدودة، هل لديكم إحصائية دقيقة أو قريبة إلى الدقة عن عدد القتلى حتى الآن خلال الفترة القصيرة الماضية؟ نعم، نحن في اتحاد في مرصد الأحداث عندنا نرصد الأحداث عن طريق أهالي القرى مباشرة، نتواصل معهم ونأخذ الأعداد التي ذكرت هي مهولة حقيقة. الآن عدد الذين تم يعني قتلهم تقريبا يفوق أكثر من 2000 شخص الآن تم قتلهم في داخل قراهم. هناك أكثر من 1000 شخص الآن مفقودين إلى يومنا هذا، وهناك أعداد كثيرة جدا من الفارين، الأعداد غير مستقرة، ولكن تم إحصاء أكثر من 16 ألف، وهذه صرحت بها الأمم المتحدة، أكثر من 16 ألف من نزحوا من الأطفال الآن على الحدود. هناك أكثر من 6 آلاف من الأطفال يفتقرون إلى الرضاعة ولحليب الرضاعة، وهذه إحصائيات رسمية للأمم المتحدة غير الإحصائيات الرسمية الموجودة من خلال مراصد الأحداث والناس الموجودين في أرض الميدان. الواقع ينزل بكارثة إنسانية بلا حدود، كارثة بما تعنيه الكلمة. الصورة الحقيقية الآن جسدت والقرارات صدرت، والموضوع ليس بالجديد، الموضوع له أكثر من 7 عقود، وهذه القومية ترزق تحت وطأة الاضطهاد في وضع مأساوي لا يعلم به إلا الله. لذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يؤدي مسؤوليته في هذه الأيام تحديدا، وقد لا يدركونهم. لذلك المنظمات الإنسانية والإغاثية لابد يقومون بدورهم في الحدود مع بنغلاديش وفي داخل قرى أركان. إلى الآن ما في منظمة إنسانية وصلت إلى القرى التي احترقت في داخل أركان ليعقل هذا الشيء، ونحن في عصر الديمقراطية والحريات. نعم، شكرا جزيلا عبد الله معروف، وصلتنا الصورة كاملة. شكرا لك نائب مدير الاتحاد الروهينجي متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من مكة المكرمة.